الحكام العرب من قديم الأزل وهم عايشين على قمع الشعوب بتاعتهم وحبس الناس وقتل أي حد يعرضه، بس كل فترة كده بنلاقي الحاكم من دول بيقوم عامل حاجة غريبة، بيجي وسط القمع اللي شغال فيه ليل نهار وبيقوم واقف مطلع من جيبه كارت حقوق المرأة عشان يلعب بيه ويخلي الناس تنسى كل البلاوي اللي بيعملها، فيروح يعين ست في منصب مهم يخليها وزيرة ولا رئيسة وزراء، يزود تمثيل المرأة في البرلمان، يطلع يتكلم عن الستات كلمتين حلوين ويطالب بالمساواة بينهم وبين الرجالة، ويقول إن البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد. والحكام بيعملوا كده عشان يقولوا صحيحنا مجرمين وقتلين قتلة وسفاحين والديكتاتورية هتاكل مننا حتة، بس بندافع عن المرأة وحقوقها وحريتها. شفتوا قد إحنا متحضرين وكيوت؟ شفتوا خلاص؟ طب بعد إذنكم بقى عشان نروح نكمل قتل في الناس. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ خلاص خلاص الله. من فترة كده لقينا الحاج قيس سعيد رئيس تونس طالع عشان يقول لنا قرار جديد، وكلنا ساعتها اتخضينا وقلنا قرار ايه تاني؟ ما تهمت بقى أستاذ قيس شوي، ما انت خلاص الحمد لله ربنا وفقك وعملت انقلاب زي الفل وقضيت على الشرعية والقانون والدستور ورفدت الحكومة، هتعمل ايه بقى المرة دي؟ هترفد الشعب التونسي نفسه وترميه بره البلد ولا ايه؟ قالك لا ما تظلموش الراجل، المرة دي الموضوع هيعجب الناس وهياكل معاهم. والقرار الجديد اللي خرج من الرئيس التونسي كان تعيين السيدة نجلاء بودين رئيسة للحكومة التونسية عشان تبقى أول ست تمسك منصب رئاسة الوزراء في دولة عربية. وأول ما القرار ده طلع لقينا ناس كتير قوي فرحوا بيه وشالوا قيس على كتافهم وعملوا له زفة وقعدوا يمدحوا في سيادة الرئيس المتفتح المتحضر اللي بيشجع المساواة وبيدي المرأة حقوقها وحريتها. والجمعيات النسوية في كل حتة فضلوا يهللوا للرئيس قيس صديق المرأة. طب يا جماعة ثانية واحدة بس، بلعوا ريقكم شوية، بعد إذن مولد سيدي بن سعيد اللي انتوا نصبينه ده، هو مش الرئيس قيس ده اللي ادى المرأة حقوقها؟ هو نفسه اللي لسه من كام أسبوع واكل بالهنا والشفا حقوق الشعب التونسي كله لما عطل الدستور وحل البرلمان وطلع المطوة من جيبه وفضل يغز في الديمقراطية لحد ما دمها تصفى؟ شمعنا بقى بعد ما بلع كل الحقوق دي افتكر ان المرأة ليها حقوق وجاي يديها لها دلوقتي ويعينها رئيسة وزراء؟ هو لسه واخد باله دلوقتي ان في ستات في تونس، ولا ما كانش حد قايل له ان لهم حقوق قبل كده ولا ايه؟ قال لا. طب امال ايه يعني اللي خلاه ياخد قرار زي ده ويحط ست في رئاسة الحكومة غير انه مناصر لقضايا المرأة؟ ممكن تكون الست نجلاء ماسكه عليه زله وخلته يعينها غصب عنه، يكون سالف منها فلوس مثلا، ولا ماضيلها على كمبيالات، ولا داخل معاها جمعيه وما دفعش القسط بتاعه ولا حاجه، ولا يكون الحوار ده كله واسطه ونجلاء دي هتطلع في الاخر قريبته واحنا ما نعرفش عشان كده عينها، ولا يمكن مفيش رجاله خالص اتقدموا عشان ياخدوا الوظيفه فملاش قدامه غيرها، ولا ايه بالظبط؟ ممكن جدا سيده نجلاء بودين تنجح في منصبها الجديد وتبقى احسن رئيسه وزراء على كوكب الارض، مش هو ده اللي بنناقشه هنا خالص يعني. انما التوقيت اللي خد فيه الرئيس قيس القرار بتاعينها وسط الازمات الضخمه اللي تونس غرقانه فيها الفتره دي بسببه، التوقيت ده بقى هو اللي بيخلينا نشك في نوايا قيس سعيد، وبيخلي فكره انه عينها لانه لا مؤاخذه مؤمن بالمساواه وحقوق المراه والكلام الحلو ده ما يدخلش دماغنا ولا نصدقه. ولو رجعنا للتاريخ هنعرف كويس ان اللي عمله قيس مع نجلاء ده عمله قبله حكام عرب كتير قوي في مواقف مشابهه. الحاكم من دول يبقى ديكتاتور وعايش على القمع وعامل مليون مصيبه في البلد وشكله قدام الدنيا كلها زباله ومحدش طايقه، فما يلاقيش قدامه الا انه يخش على العالم بملف المساواه وحريه المراه وياخد الستات في ايده ويقعد يديهم حقوق لحد ما يقولوا بس، مش لان المراه تهم الحكام دول يعني لا سمح الله، ولا عشان خايفين عليها وعاوزين يدوها حقوقها فعلا، دول لو طالوا ياكلوا ورثها مش حقوقها هيعملوا كده والله. احنا الحكام بتوعنا معظمهم سفاحين يعني وعندهم استعداد يوقدوا المرأة عادي زي ما الكفار كانوا بيعملوا زمان. الهدف الحقيقي اللي بيبقى عند الحكام من ورا الاهتمام المفاجئ ده بالستات وحقوقهم وقت الازمات ان الملف ده بياكل مع الجمهور في العالم كله وبيسمع حلو في الغرب وعند الجمعيات الحقوقية، فبيعمل الحاكم شعبية كويسة وبيحسن سمعته. يعني نقدر نقول ان المنديل الحريمي ده بيغسل ايد الحاكم من جرائم القمع اللي قايم نايم يعملها في شعبه، وبتخلي شكله جنتل ومتحضر ومتفتح على الاخر. وعندنا امثلة كتير قوي لانظمة عربية عملت نفس الحركة دي لما اتزنقت. سنة 1959 رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم بص لقى الدنيا مشعللة حواليه في المنطقة، ثورات شغالة وكفاح ضد الاستعمار في كل حتة وحركات بتناضل عشان الحرية وبعثيين وناصريين مغرقين الدنيا شعارات ومنظمات بتطالب بحقوق المرأة والمساواة والدنيا مقلوبة خالص. ساعتها أستاذ عبد الكريم شاف إن من مصلحة سلطته إنه يركب موجة التحرر دي
وطبعا اسهل حاجه ممكن تتعمل هي اننا نعمل حركه حقوق مرأة كده على الماشي عشان تحلي صورته وتوقفه في طابور رواد التحرر والمدافعين عن الحريه. ما هو اكيد يعني مش هيروح يعمل ديمقراطيه حقيقيه مثلا او حريه وتداول سلطه او اي حاجه من الكلام الفارغ ده. واحنا عاوزين نرضي حركات التحرر بس مش للدرجه دي، خلينا في المرأة احسن. عمل ايه بقى الاخ عبد الكريم؟ راح واخد قرار تاريخي بتعيين السيده نزيهة الديلمي وزيره للبلديه في العراق عشان تبقى اول وزيره في تاريخ الحكومات العربيه، والكل برضه ساعتها هلل للقرار العظيم ده، والراجل المتفتح اللي ماشي على عجين الحريه والمساواه وما بيلخبطوش. بس الحقيقه ان السلطه في العراق لا كانت مؤمنه بالمراه ولا بالمساواه ولا اي حاجه خالص، وقرار تعيين وزيره ست كان هدفه زي ما قلنا تحسين سمعه النظام وتجميله قدام العالم اللي كان بيشغي حركات تحرر وقتها. والدليل على كده ان السيده نزيهة نفسها بعد سنين قالت انها لما مسكت الوزاره ما لقيتش اي وزاره ولا حاجه ان شاء الله، واكتشفت ان السلطه مش مديها اي صلاحيات، وشؤون البلديه اللي تابع وزارتها هي ما تعرفش عنها اي حاجه، وعبد الكريم قاسم ورجالته هم اللي كانوا بيديروا الوزاره بتاعتها وبياخدوا القرارات اللي تخصها. طب يا جماعه سيبوني اخد قرار واحد، طب خدوني معاكم وانتوا بتاخدوا القرارات حتى وانا هقعد ساكت عادي، يعني بس حلل القرشين اللي بقبضهم. وعبد الكريم ورجالته يقولوا ابدا، والله ما انت تعبه نفسك ولا عامله حاجه، احنا اساسا جايبينك عشان يبقى اسمنا ان احنا جبنا ست وشكلنا يبقى حلو وكده مش اكتر يعني، فما تسوقيش فيها بقى وتقول انك عاوزه يبقى ليكي صلاحيات وتاخدي قرارات كمان، روحي شوفي لك كيلو باميه قمعيه وانت قاعده في مكتبك وما تصدعيناش. وده نفس اللي حصل في الاردن في اخر الستينات لما الملك حسين لقى عنده جوه البلد حركات تحرريه ونضاليه ماليه البلد، كانت اهمهم واكبرهم في الوقت ده الحركه الوطنيه الفلسطينيه اللي كانت شعبيتها كبيره جدا في الاردن وبتدعم حركات ثانيه زي الحركات النسائيه وجمعيات حقوق الانسان وغيرها. وبعد ما الملك حسين قدر في سنة 70 انه يخلص على الحركة الفلسطينية ويقضي عليها جوه الاردن في ايلول الاسود، لقى نفسه دخل في ازمة كبيرة مع الحركات النسوية ومنظمات حقوق الانسان، فقرر يحتوي الازمة دي عن طريق الحل السحري، وهو انه يفتح ملف المرأة ويرمي لها شوية حقوق في حجرها بقى عشان يرضي المنظمات والحركات دي ويكتمهم، وراح مد الستات حق التصويت في الانتخابات والترشح في البرلمان، وبعد كده قام نازل بالتقيله بقى وقرر يعين وزيره ست لاول مره في تاريخ الاردن وهي السيده انعام المفتي اللي مسكت وزاره الشؤون الاجتماعيه. وطبعا ما يصحش ابدا نتكلم عن الانظمه الدكتاتوريه في الدول العربيه وما نجيبش سيره مصر ام الدنيا، ده حتى الاستبداد ياكل وشنا والله. حكام مصر طول عمرهم بيستخدموا ورقه المراه عشان يحسنوا صورتهم ويجملوها. عندك مثلا السادات جه في اواخر السبعينات كده وشعبيته بقت في الارض، وهو ما فيش حد في البلد كلها بقى طايق ولا عاوز يشوف وشه اصلا، خصوصا بعد انتفاضه الخبز اللي حصلت سنه 77 واتفاقيه السلام اللي مضاها مع الصهاينه. ومن ضمن الحاجات اللي عملها السادات عشان يحسن صورته شويه انه طلع يجري على المراه على طول ويقول لها الحقيني، واستغل كارت المراه ده باكتر من طريقه. اولا عن طريق مراته جيهان السادات اللي كانت في الوقت ده عماله تلف ليل نهار في البلد تفتتح مشاريع خيريه وتعمل نشاطات نسائيه واجتماعيه عشان تزود شعبيه السلطه، وفضلت على كده وقت طويل لحد ما قررت تبطل بقى وتتفرغ عشان تحكي اسرار حرب اكتوبر. تاني حاجه عملها السادات في الملف ده هي انه قرر يعمل كوتا للستات في مجلس الشعب ويديهم 30 كرسي بحالهم في البرلمان، ونفس الطريقه دي فضلت مستمره ايام بابا مبارك في وجود ماما سوزان، لحد ما جه سياده الرئيس السيسي اول دكتاتور في العالم يقع من على النخله ويعمل انقلاب ويحكم. ابو البلح ده بقى من يوم ما مسك البلد وهو عمال يخرب فيها ويرتكب في مجازر ويحبس المعارضين ويفقر الناس ويجوعهم وشغال شغل مستبدين فاخر على ميه بيضه يعني. وفي عز ما هو بيعمل كل ده السيسي صمم يقنعنا انه بيموت في المراه وبيدافع عن حقوقها وحريتها ومناصر ليها في قضيه المساواه، وانه لو ما كانش بقى رئيس جمهوريه كان هيروح يمسك رئاسه جمعيه المراه المتوحشه، عشان كده تلاقيه كل ما يمسك الحديده ويقول حاجه يقوم حاشر كلمه المراه في الكلام بمناسبه ومن غير مناسبه، يعني يقول لك انا بعتبر نفسي وزير المراه وانا هعمل عام للمراه وهفصل فستان للمراه وحاجات بالشكل ده يعني. وبقى كل شوية يشد كرسي من تحت راجل في البرلمان ويديه للمرأة تقعد عليه عشان ما يصحش تفضل واقفة، لحد ما بقى عدد النائبات في برلمان 2021 162 ست. ومش بس كده، السيسي بعد ما خلص على كراسي البرلمان دخل على كراسي الوزراء وادى 8 وزارات في الحكومة للستات. خلاص بقى يا سيسي، ده انت بتحب المرأة جدا يا جدع. بس لما اخذ انا طبيب الفلاسفة، هم كام الف ست اللي انت راميهم في المعتقلات بدون تهمة دول وداخليتك بتعذب فيهم ليل نهار، مش تبع المرأة برضو اللي انت الوزير بتاعها؟ طب بلاش دول، الستات اللي بيروحوا يباتوا بالايام على الاسفلت قدام المعتقلات عشان بس يشوفوا عيالهم اللي انت حابسهم ظلم، وفي الاخر يا ما حدش بيسال فيهم يا بيبعتوا لهم مخبرين يضربوهم ويسحلوهم في الشوارع.
دول كمان مش تبع المرأة برضو؟ يا راجل ده ضباط وزارة الداخلية بتاعتك لما بيروحوا يقبضوا على واحد من بيته وما بيلاقوهوش ما بيرضوش يمشوا بايديهم فاضية، وبياخدوا مراته أو بنته يحبسوهم ويعذبوهم لحد ما يظهر. الواقع اللي احنا عايشينه بيقول إن السيسي هو أكتر واحد بيدوس على الست المصرية وبيهنها وبيقمعها، وشوية المظاهر الخايبة بتاعت البرلمان والوزارة وعام المرأة كل دي مجرد حركات عشان يحسن صورة نظامه الديكتاتوري قدام العالم ويداري على فضايح انتهاكات حقوق الإنسان اللي بيعملها كل دي. لأن زي ما قلنا كارت المرأة هو أسهل كارت المستبدين يقدروا يلعبوا بيه في وقت الأزمة. طب إحنا كحكام عرب مستبدين لما بنيجي نجيب ستات ونديهم مناصب كبيرة عشان نلمع سمعتنا اللي غرقنا في الوحل دي، نروح نجيب أي ست كده وخلاص؟ لا طبعا، الستات دول الحكام بينقوهم على الفراز، ما هو مش هيروح يجيبوا ناصطة حقوقية مثلا ولا معارضة ولا واحدة بتناضل عشان الفقراء ولا بتكافح الجوع ويحطوها في السلطة. لا احنا مش عاوزين واش، ومش رايحين نجيب مرأة عشان تقرفنا، مش هيبقى في السلطة والبيت يعني. عشان كده الأنظمة في الدول العربية دايما بيختاروا ستات قريبين من السلطة وشبهها ومن الطبقة الحلوة الغنية اللي متعلمة بره دي وملهاش علاقة بالشعب الكحيان العرة اللي مرمي في الشوارع، عشان يبقوا ماشيين مع النظام على نفس الموجة. وده ظاهر جدا في مصر، لو بصينا للستة الوزيرات في الحكومة عندنا هنلاقي ان اغلبهم من طبقة اجتماعية مرتفعة وعاشوا وتعلموا واشتغلوا لوقت كبير بره مصر. هما غالبا اول مرة شافوا فيها مصر كان يوم حلف اليمين، وسبحان الله كلهم تقريبا كانوا شغالين في البنك الدولي ابو سياسات رأسمالية ونيوليبرالية، ده زي رانيا المشاط وزيرة السياحة وسحر نصر وزيرة الاستثمار وهالة السعيد وزيرة التخطيط. حتى نجلاء بودين اللي قصة عيد مسكها الحكومة في تونس هي كمان كانت بتشتغل في البنك الدولي. يا جدعان في ايه؟ هو انتوا ما تعرفوش ستات غير اللي في البنك الدولي ولا ايه؟ في ستات شغالين في حتة تانية على فكرة عادي. الغريب بقى ان نجلاء بودين الست اللي قيس اختارها عشان تبقى رئيسة وزراء تونس في وقت مليان ازمات ومشاكل ما عندهاش اي خبرة سياسية، وده خلى ناس كتير يقولوا ان الاختيار ده وراه سببين. السبب الاول زي ما قلنا ان قيس عاوز يكسب بونط ويحقق شعبية من ورا اختيار ستة في المنصب، والسبب التاني بقى ان الاخ قيس ناوي يخلي نجلاء مجرد بارافان رئيسة حكومة من غير اي صلاحيات، واجهة بس كده وهو اللي هيدير كل حاجة من وراها، وخصوصا ان مفيش برلمان يسأل او يراقب. مش سهل برضو قيس ده ودماغه متكلفة. الخلاصة ان الحكام العرب لا بيدافعوا عن المرأة ولا بيفكروا فيها، لا هي ولا الراجل والله، ولا بيعترفوا بوجود الانسان اصلا عشان يبقى له حقوق. المصلحة بس هي اللي بتحركهم، وساعات بتبقى المصلحة ان الست تاخد منصب ولا كرسي ولا شوية حقوق ولا كلمتين حلوين في خطبة ولا مؤتمر عشان الصورة تبقى حلوة قدام الناس. انما في الواقع الحكام دول مفيش عندهم اي احترام للمرأة ولا الراجل حتى. ونشوفكم على خير ان شاء الله.